أبي الحبيب، العيد أقبل علي وحيدة من دونك، ملابس الجديدة قديمة في غيابك، وأحلام الجميلة لن تتحقق وأنت بعيد عني. للمرة الرابعة يا أبي. وللمرة الخامسة والسادسة، وعيد سابع وثامن يمر، وأطفال بدون أبائهم، أمهات بدون أبنائهن، ونساء بدون أزواجهن. ولم يكد يذهب عيد فطر حتى يمر عيد أضحى، وكثير من الأغاني لم تعد تونس مختطفين في قضبان اختطفت منهم بهجة العيد. إن اختطاف 52 مواطنا من قبل الحوثيين دون مسوغ قانوني ودون مراعاة أخلاقية، وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك وفي هذه الأيام المباركة من الشهر الحرام، يزيد من ألم معاناة أمهاتهم وذويهم. منذ سنوات يقبع مختطفون بدون تهم واضحة في صنعاء ومدن أخرى وحتى عدن، مهندسون وأطباء وعمال وآخرون، ويأتي عيد الأضحى وهم بعيدون عن أقاربهم في بيئة نفسية صعبة تمارس ضدهم كل صنوف التعذيب، ولا يسمح حتى لأهلهم بزيارتهم. تؤكد إحصائيات منظمات حقوقية أن آلافاً من المدنيين مختطفون في سجون تابعة لميليشيا الحوثي، قتل بعضهم تحت التعذيب ونجا آخرون، لكن البقية ما زالوا رهينة الاختطاف القسري. وحتى شهود الحقيقة راصدوا الانتهاكات، الصحفيون اختطفتهم الميليشيا ومارست ضدهم كل أشكال الانتهاكات الجسيمة بعد أن دمرت مصادر رزقهم. نطالب منظمات المجتمع المدني بسرعة التحرك لإنقاذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المختطفين التي لا نعلم عنها شيئا في سجون جماعة الحوثي. حسبنا الله ونعم الوكيل. جراح المختطفين وألم أبنائهم وقهر أمهاتهم لم تقنع عالما بأكمله في الدفاع عن حقوقهم، بينما تحولت قضيتهم إلى ملف دولي في مفاوضات أممية ولجنة شكلتها الشرعية لمتابعة قضيتهم، في الوقت الذي أضحى فيه التحالف العربي شريكا في جريمة اختطاف مواطنين أتى لتحريرهم.